السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إصابة عناكب، كما نشاهد العناكب واضحة على الأوراق. طبعا الأصفرار على الأوراق وأي مشاكل تظهر على الأوراق مثل الأمراض الفيروسية هي بسبب هذه العناكب، لأن هذه العناكب تتسبب في انتقال الأمراض الفيروسية. طبعا المكافحة سهلة، المكافحة نكافح بالماء فقط، يعني ما يحتاج إذا عندك شجرة شجرتين خاصة المزروعين في الأحواض أنك تشتري مبيد أو تستعمل المبيد، فقط نكافح بالماء، وكل مرة نرش الماء تسقط العناكب بشكل كامل، ثم جزء من هذه العناكب تتسلق الشجرة مرة أخرى وجزء يتشتت وينتهي في الأرض. فإذا كررت الرش مرة أخرى فأنت تقضي على العناكب بشكل كامل بدون مبيد. طبعا هذه العناكب تنتقل عن طريق الهواء، كل ما هبت الرياح تكون محملة بمثل هذه الحشرات الصغيرة، لذلك الإصابة سوف تنشط مرة أخرى، وكل ما نشطت الإصابة عاملها بالماء. طبعا الرش يكون من أسفل الورقة ومن أعلى الورقة. طبعا هذا للأشجار الخاصة البسيطة، شجرة شجرتين مزروعة في حوض متنقل أو حتى المزروعة في الأرض مباشرة. فوفر مبيدك، والمبيد يستخدم للزراعات التجارية والزراعات الكثيفة الواسعة، أما أشجار خاصة يمكنك المكافحة بطرق مختلفة.